لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. وقفنا المرة اللي فاتت على خصائص بعض الأدوات. هنكمل النهاردة بقية الأدوات وناخد الخصائص بتاعتها. شباب حد سامعني؟ السكرين بتاعي ناس شايفاه، الشاشة عندي ناس شايفاها. طيب على ما يحمل ناخد مراجعة بسرعة كده. هراجع على ما يشتغل، بس يا ريت الشباب اللي يعني شاف الشاشة يبتدي الناس تفهم الشاشة. وقفنا المرة اللي فاتت وقفنا هي تقريبا دي رقمها 7. لا دي التامنة. طيب هي ان شاء الله المحاضرة دي وبإذن الله محاضرة كمان وبعد كده نشتغل أسئلة وكده. خلاص كده يا شباب، خدنا المرة اللي فاتت خصائص الباتون، تمام، وخدنا خصائص الليبل. وقلنا اهم خصائص في الباتون خاصية، انا هحاول اعلي الصوت ثواني. هو انا كله على اخره عندي. طب الصوت كده كويس؟ يا شباب تمام ماشي. طيب الشاشة ظهرت. طيب
والشاشة. طيب تمام، بسرعة بسرعة راجع على الكام حاجة دول. خدنا المرة اللي فاتت الباتون ده، خدنا الخصائص بتاعته وقلنا أهم خصائص في التكست اللي بغير بيها الكلمة اللي مكتوبة جوه دي، والخاصية فور كلر بغير بيها لون الكلمة اللي جواه، والخاصية فونت عشان أغير حجم عشان أغير حجمه وشكل الخط، والخاصية لوكيت عشان اغير المكان، والخاصية سايز عشان اغير حجم الاداة نفسها. تمام كده. وبعد كده خدنا الاداة اللي اسمها ليبل، وعرفت ان اهم خاصية فيها خاصية اسمها اوتو سايز، دي اللي بتحكم لي في حجم الاداة، بيخليها لي على قد الكلام او لا، والخاصية بوردر ستايل، والخاصية image اللي عشان احط صورة جوه الاداة. دي اخر حاجات وقفنا عندها، وخدنا كمان الخاصية visible اللي بتخلي الاداة مرئية او غير مرئية. طبعا كتير من الخصائص دي متشابهة مع ادوات تانية مشتركة. خلاص كده يعني خدنا خاصية اسمها back color، وخاصية right to left، وخاصية border style، كل دي حاجات مشتركة مش هنقعد نشرحها في كل اداة، ممكن نبقى نعمل عليها مراجعة سريعة بعد كده. النهاردة هناخد أداة، أول أداة هناخدها النهاردة أداة التكست بوكس. تمام، ودي الأداة الرئيسية اللي من خلالها أي يوزر للبرنامج بتاعي، أنا جيت فتحت الياهو، لو شفنا الياهو كده هنلاقي ده اسمه تكست بوكس، لأن أنا فيه بدخل الإيميل بتاعي وبدخل الإيه الباسورد بتاعي. الأداة دي اللي أنا بدخل فيها بيانات للبرنامج بنسميها تكست بوكس. طيب الأداة دي ليها مجموعة خصائص، برضه في خصائص مشتركة زي الباك كلر والفور كلر والسايز والفونت والفيزابل اللي هي بتخليها مرئية أو غير مرئية أو الـ enabled البوردر ستايل. تمام، كل دي خصائص ايه مشتركة. طيب عايز اشوف الخصائص الخاصة بيها هي لوحدها. اول خاصية عندي ليها خاصية اسمها enabled، مش فاكر احنا شرحناها في اللي فات ولا لا، بس هناخدها عشان نحس بالخاصية دي. تعالوا نجيب اتنين تكست بوكس. تمام، واروح للخاص اللي تحت ده تكست بوكس 2، هخلي الخاصيه انيبلد بتاعته فولس، هي كانت ترو خليتها فولس. تعال نعمل بلاي البرنامج. بس ملاحظ اللي فوق اللي انا ما كنتش عملت فيه اي حاجه اقدر اكتب جواه اهو، التاني مطفي ما اقدرش اعمل بيه حاجه. تمام، زي ايه؟ زي لو جيت مثلا على الديسكتوب عندي كده عملت بيرسوناليتي كده وجيت عملت اي حاجه مثلا تشينج الديسكتوب ايكون، بص الزوار ده شايفين الزوار ده مخفي. تمام، مش مخفي، هو كده عامل له مخليني الانيبل بتاعته ايه فولس، بحيث ان انا لما اغير هنا يبقى ايه ترو، يبقى بقدر استخدمها في كذا حاجه. الصوت بيقطع من عندنا. طب ثواني هشوف المايك. طيب الصوت كده عامل ايه يا جماعة؟ حد سامعني ولا ايه؟ الصوت كويس؟
تمام. نرجع تاني للخاصية اللي اسمها enabled. وقلنا enabled دي غاية ما هنالك بتخليني الأداة متاحة أو غير متاحة. كده متاح ال enable بتاعها true، كده غير متاح ال enable بتاعها false. عكس الأداة اللي خدناها قبل كده، الخاصية اللي خدناها قبل كده، نجيب text box كمان. تمام، خدنا خاصية برضو بتخليني ما اقدرش اعمل حاجة في الأداة، بس كان اسمها visible. اهي واخدة قيمة true، نخليها false. هنعمل بلاي. تمام، بص هنا ال enable بتاعها true شغالة، ال enable بتاعها false مش شغالة، فبالتالتة اختفت خالص، لان ال visible بيخليها مرئية او غير مرئية، انما ال enable بيخليها موجودة بس تبقى متاحة او غير ايه متاحة، عشان الخاصيتين دول بيتلخبطوا بعض في الامتحانات. طيب عندي كمان خاصية اسمها ماكس لينس. ايه مهمة خاصية الماكس لينس دي؟ تعال نفترض ان احنا بنعمل برنامج لبيانات المواطنين مثلا، وعايزين ندخل الرقم القومي للمواطن. الرقم القومي فيه كام رقم؟ بيتكون 14 رقم، فانا عايز اللي هيستخدم البرنامج بتاعي ما يكتبش هنا اكتر من 14. تمام، فباجي اجيب الخاصيه اللي اسمها ماكس لينس، اهي همسح الرقم مكتوب فيها واكتب مثلا مؤقتا 5. تمام، تعال نعمل بلاي. تعال نكتب كده اهو، ما يقدرش يكتب حاجه اكتر من 5 حروف دول. هنكتبهم تاني، 1 2 3 4 5، بعد كده هنكتب اهو، يكتبش اكتر من 5 حروف او 5 ارقام، هم 5 كاركتر يعني جوه الاداه. تمام، يبقى الخاصيه ماكس لينس بتتحكم في عدد اقصى الحروف اللي ممكن اكتبه جوه الايه الاداه. عندي بعد كده خاصيه، انا باجي افتح البرامج بتاعتي بلاقي ان التكست بوكس ده ادوس انتر يعمل لي سطر جديد. ده لما اجي اعمل بلاي، نجيب واحد تاني ما لعبناش فيه. ده لما اجي اعمل بلاي بكتب وادوس انتر، ما بينقلش سطر جديد اهو على نفس السطر اهو، ما بقدرش ينقل. طب انا عايز يبقى فيه كده سطر. عندي خاصية اسمها مالتي لاين، واخدة قيمة فولس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واخدة قيمة فولس، اخليها ترو. تمام، بص اول ما خليتها ترو، انا عايزك انت تبص هنا وانا بغير في القيمة. بص يا فولس، اول ما خليها ترو لاحظ عمل لي مربعات تحجيم عشان اقدر اغير الحجم. طالما هعمل اسطر لازم اغير الايه الحجم عشان اسطر تبان. لو خليتها فولس عمل لي كده بس، لان انا هكتب على سطر واحد. اول ما اخليها ترو يقوم ايه عامل لي مربعات تحجيم من كل الاتجاهات كده. نعمل بلاي بقى اهو، اكتب ادوس انتر عمل لي سطر جديد، انتر عمل لي سطر كمان اهو، عمال ينزل معايا وهيفضل ينزل اهو. واكتب اهو عايز اطلع اللي فوق، بطلع اللي فوق اهو بالسهل، او انزل بايه بالسهل. تمام كده، يبقى الخاصية مالتي لاين كل مهمتها تعمل لي تخلي الأداة بتاعت التكست بوكس متعددة الأسطر. طيب عندي خاصية كمان لو فتحت الـ AI بتاعي كده وجيت كتبت الباسورد، بص الباسورد ظاهر بالشكل ايه، هتلاقي فيه نقط. تمام، هلاقي الباسورد بتاعنا على هيئة نقط كده. لو عايز التكست بوكس بتاعي يبقى نفس القصة، باجي على الخاصية اللي اسمها باسورد كاركتر اهي، بس هنا اهي. تمام، وبكتب هنا الشكل اللي عايز الحروف تظهر بيه، يعني مثلا عايز الحروف تظهر بشكل زائد، فكتبت هنا ايه زائد اهي،
هنعمل بلاي، هكتب اي حاجة تظهر بشكل ايه زائد، عايز تظهر بشكل نجمة اجي في الباسورد كاركتر واحط الايه النجمة، نعمل بلاي اكتب تبقى شكل نجوم. بنشرح فيجوال بيزك في تالتة اعدادي. تمام كده، يبقى الخاصية اللي اسمها باسورد كاركتر كل مهمتها تخليك الحروف بتاعتك تظهر على شكل الايه الباسورد. في مشكلة في الأداة دي؟ ها الشباب اللي معانا حد عنده مشكلة في الأداة دي؟ هي دي بسبب الشير يا أحمد، لما تيجي تسمع التسجيل يعني المحاضرة المتسجلة هتلاقي الصوت ماشي مع الصورة مظبوط، وأنا هحاول أبطأ شوية في الكلام على أساس الصورة تمشي مع الصوت. خلاص كده، حد عنده مشكلة في الأداة دي نشرح فيها أي حاجة؟ طب ايه الشاشة اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي؟ فورمة بس معلهاش أي حاجة؟ طيب عشان هبتدي أشرح في أداة جديدة، عدد الأرقام، طيب تاني عدد الأرقام نجيب تكست بوكس تمام. بص يا اشرف انا كده في العادي، تعالى نكبر التكست بوكس اهو، اعمل بلاي، عملت بلاي للبرنامج تمام. في العادي اما اجي اكتب بكتب مش الى ما لا نهاية، بس اقدر اكتب كتير تمام. لا انا عايز اليوزر مثلا ما يدخلش الا رقم واحد او رقمين او تلات، يعني يدخل لي بس تلات كاركتر في التكست. فراجع خاصية اسمها ماكس لينس اهي، بص مكتوبة كام، الصوت مش واضح، الصوت واضح طب اشرف انت سامع ولا ايه؟ طب هشرحها تاني ولما او ن... ابقى اشرحها لما اشرف يرجع. معنى ده عدد يا اشرف، ده عدد الحروف او الحاجات اللي تقدر تكتبها هنا، يعني بيقول لك الماكس لينس اللي محطوط لك دلوقتي انك تقدر تكتب جوه الاداه 32767 كاركتر، سواء بقى حروف او ارقام او رموز، المهم تقدر تكتب جواها 32767. اتفهم كده؟ انت بقى غير دي خليها خمسه، يبقى كده انا اقدر اكتب جواها قد ايه؟ خمسه، خمس حاجات، ارقام، حروف، رموز، اي حاجه. تمام يا اشرف اتفهمت؟
حسب عدد الارقام اللي انت عايزها تتكتب جوه التكست. يعني انا مثلا بعمل برنامج، خلاص انتهى يعني. تمام ماشي تمام. عندي الاداة اللي بعد كده، اداة اسمها ليست بوكس. تمام. الآلة دي كل مهمتها بعمل قايمة، بعمل قايمة لأي سبب بقى. يعني ممكن لو بصينا عندي، هو مش بالظبط كده، بس نقول مثلا حاجة زي لو فتحنا الميديا بلاير كده بنلاقي فيه ليست بالام بي 3 اللي بشغله. تمام. انا بس للاسف ما بشغلش حاجات كتير. ايوه عندي ليست زي دي، حلو كده. فانا عايز اعمل ليست زي كده لاي سبب، اختار منها حاجه. بعملها ازاي؟ بجيب الليست بوكس دي، لينك البرنامج. انا للاسف طلب مني الاسبوع اللي فات بس انا كنت مشغول، فانا اخر المحاضره هجيب لكم لينك. خلاص هجيب لكم لينك حتى من على موقع مايكروسوفت على طول. تمام. اخر المحاضرة دي انا هخلص واشوف اللينك على مايكروسوفت وابعته لكم، هحطه لكم حتى قبل ما نقفل على طول. طيب الليست بوكس دي ليها مجموعة خصائص. الليست بوكس ليها مجموعة خصائص، طبعا ليها خصائص متشابهة بقى، مش هقعد ايه اقول تاني. نروح باك كالر، تمام، عشان اغير لونها. الفور كالر عشان اغير الخط اللي جوه، الخط اللي جواه. تمام. الفونت عشان اكبر الخط اللي جواه او اغير شكله. تمام. اغير شكل الخط من خلال ايه، الخاصية اللي اسمها فونت. تمام كده. دي خصائص ايه مشتركة، مش هنقعد بقى كل مرة نقولها. يعني انيبل، فيزابل، رايت تو ليفت، كل دي خصائص ايه مشتركة شرحناها قبل كده. اهم خاصية عندي في الليست بوكس خاصية اسمها ايتم. اهم خاصية عندي في الليست بوكس خاصية اسمها ايتم. تمام. باجي على الخاصية اللي اسمها ايتم، ادوس على الزرار ده. خاصية اسمها ايتم ده ايه، ادوس على الزرار ايه، لحد اخر السنة هتعرف. يعني اصل الترم ده مش هتعرف تعمل برنامج كامل، الترم بداية الترم الجاي دي تعرف ازاي البرنامج كامل. تمام. يبقى ايتم ادوس عليها يفتح لي المربع الحواري ده. تمام. بيقول لي هنا انتر ذا سترينج ان ذا كوليكشن وان بير لاين، يعني بمعنى سيبك من الكلام ده كله، يقول لك دخل الايه عناصر القائمة بتاعتك. تمام كده. واقول له اوكي اهي، دي كده الايه الليست بتاعتي. عليكم السلام ورحمه الله. تمام. طبعا الشكل مش عاجبك، هتفيد انت بقى ايه، تيجي على الفرونت وتغير الفرونت بتاعك. ممكن اغير الفونت زي ما احنا عايزين. انا مش عايز اخش في الحاجات دي اصلا، موضوع الفونت ده ممل. خلاص نجيبها مثلا رايت تو ليفت. اهي تمام.
يعني الصوت موجود ولا لا؟ طيب يعني كده الصوت حلو. طيب الاداه دي ممكن اكتب فيها قائمه اسماء، تمام؟ الاداه دي ممكن اكتب جوا اي حاجه بقى، انا اي قائمه محتاجه لاي سبب، خلاص. طيب يبقى الخاصيه items دي كل مهمتها هنسحب اهي من الاول واجيب اداه جديده، اهي واحده جديده فاضيه خالص اهي، تمام؟ اهي عشان اضيف قائمة جواها، اي قائمة بقى، اسماء اي حاجة. هاجي على الخاصية اللي اسمها items، تمام؟ ممكن اعمل عليها دبل كليك اهو، يفتح لي الايه المكان اللي هدخل فيه القائمة واكتب القائمة اللي انا عايزها. تمام، وبعد ما اكتب القايمة زي ما احنا شايفين كده اقول له اوكي، بس ادي القايمة بتاعتي. تعال نعمل بليس، انا نكبر الخط شوية، تمام. تعالوا نعمل بلاي، ادي القايمة بتاعتي اهي، تمام. القايمة هي ظاهرة قدامنا، اختار مصر، اختار امريكا، اختار اي بلد، ايه اختار، ممكن بقى لما ناخد في الترم التاني اعمل كود مثلا، او ادي امر للكمبيوتر لما ادوس على مصر يظهر لي مثلا هنا علم مصر، ادوس على امريكا يظهر لي علم امريكا مثلا كمثال، خلاص. طيب بص انا هنا في المثال ده لو دوست على مصر ما ينفعش ادوس على امريكا معاها. احنا لو جينا فتحنا ماي كمبيوتر كده، بص هنا في الطبيعي اقدر اختار ملف وادوس كنترول واقدر اختار اي ملف تاني، تمام. هنا الموضوع ده مش عايز يحصل ليه؟ عشان في خاصية لازم اشغلها الاول علشان اشغل الايه الخاصية دي. تمام كده، الخاصية اللي بتشغل الموضوع دون خاصية اسمها ايه، سيلكشن مود، خاصية اسمها سيلكشن مود. حلو كده، هاجي ادور على سيلكشن مود، اهي مكتوبة ايه 1، خاصية اسمها سيلكشن مود مكتوبة ايه 1، يعني اختار ايه مرة واحدة بس، خلاص. اخليها انا مالتي سيمبل، خلاص كده، يبقى هي كانت 1 اخليها انا ايه مالتي سيمبل. وتعالوا نشوف نعمل بلاي، اخترت اهو اهو، انا كده مش دايس ايه كنترول، هو كده بيعلم لوحده بالماوس. حلو كده، اللي بقف عليها بيعلم عليها من غير ما ادوس كنترول، طبعا الموضوع ده برضه وحش، مش حلو. لا انا عايز يعلم على السعوديه وفلسطين، بس لازم اكون دايس على كنترول على الكيبورد. اختار بقى الايه الاختيار الثالث، تمام، اللي هو مالتي اكستندد. طب مالتي اكستندد اعمل بلاي، مصر اهي، كده انا بشتغل بالماوس بس، اختار واحده يسيب الايه التانية. تمام كده، لو انا عايز بقى اختار اكتر من واحدة اشتغل بايه بزر كنترول، ادوس مصر، ادوس كنترول، وادوس ايه فلسطين مثلا، ادوس كنترول واختار ايه امريكا مثلا، تمام. ثواني يا جماعة معلش اذنكم 5 دقايق بس، دقيقة مش خلق.
طيب الحمد لله ماشي. لا في البيت، في البيت. طب انت قدامك قد ايه؟ طيب ماشي، بسجل محاضرة على ال بسجل محاضرة على الفيديو على النت يعني، فكنت أقول لك تأخر ساعتين، هو قدامي نص ساعة. طيب ماشي ماشي خلاص ماشي ماشي ماشي. طيب يا جماعة نرجع تاني معلش. الناس موجودة؟ تمام. طيب هو اسمع اللي انا عشان اختار اكتر من حاجة راجع الخاصية اللي اسمها selection mode واختار اي اختيار تاني غير ايه؟ 1. تمام. طب طبعا نان دي هنخليه ما اختارش حاجه خالص. طيب انا عندي بص هنا مصر السعوديه امريكا مش مترتبين، انا عايز ارتبهم. حلو. لو لاحظنا هنا هتشرح على طول لحد اخر السنه بعد كده على السكرين لان كله عملي لازم تشوفه. خلاص. عايز ارتب الحاجات اللي انا حاططها جوه دي، هلاقي خاصية اسمها sorted. اي واخده القيمة ايه؟ false. واخده القيمة false، اخليها انا true. بص هظبطهم لي ازاي ابجدي. تمام. خلاص كده يا شباب. دي الخصائص بتاعت الاداه، الخصائص الخاصه بيها طبعا ليها الخصائص المشتركه بقى، مش هنشرحها بقى على طول مش كل مره. فدي الخصائص اللي هي الخاصه بيها. فيها مشكله الاداه دي؟ فيها حاجه عايز تشرح تاني؟ طيب ناخد اداة كمان. انا لو جيت فتحت ماي كمبيوتر كده شايف الاداة دي؟ هنخش جوا كذا حاجة. خلينا نعمل كده مثلا. تمام. بص لما افتح القائمة دي بيظهر لي حاجات بختار منها. تمام. لو احنا شايفين كده الاعداد دي اسمها كامبو بوكس. تمام. فانا عايز احط الكامبو بوكس زي دون عندي على الفورمة بتاعتي. اهي الاداه اللي اسمها كامبو بوكس. تمام كده. برضو ليها كل الخصائص الايه اللي فاتت اللي هي الباك كلر والفور كلر والفونت ورايت تو ليفت. ناخد اهم خصائص. خاصيه اللي اسمها ايكون. تمام. ادوس عليها يظهر لي المكان اللي بدخل منه الليست. يعني انا لو جيت شغلت كده، لو جيت شغلت على طول ما هي يا محمد هي كده مش هتمشي مع الصورة، هي تبقى الصورة ابطأ شوية من الصوت. تمام.
الصورة أبطأ شوية من الصوت. أنا بطأت شوية على أساس يمشوا مع بعض. لو لسه مش ماشيين مع بعض معلش حاول إيه تلحم المواضيع مع بعضها شوية. تمام. طيب الأداة اللي اسمها كامبو بوكس قدامنا أهي، لو جيت دوست على الزرار مفيش حاجة، أنا عايز بقى أحط هنا قايمة. تمام. احط بقى قائمة ازاي؟ هاجي على الخاصية اللي اسمها items. تمام. افتحها وابتدي اكتب جواها القائمة. تمام كده. اجي اعمل بلاي. ادوس على السهم الاقي القايمة اللي انا ايه اخترتها. تمام كده. طيب يبقى الخاصية اللي اسمها items دي خاصية مشتركة بين الكامبو بوكس وبين الايه الليست بوكس. تمام. الاتنين مشترك ما بينهم الخاصية اللي اسمها ايه item عشان احط جواهم عناصر. طيب برضو خاصية مشتركة ما بين الكامبو بوكس والليست بوكس، تاني خاصية مشتركة خاصية اللي اسمها sorted. انا عملت بلاي، لو فتحت هلاقي القايمة مش مترتبة. تمام. عشان ارتبها خاصية اسمها sorted اهي واخدة القيمة ايه false، اخليها انا true واعمل play. تمام. ادوس اهو رتب علي جابلي احمد الاول كده، حسن علي محمد ايه محمود. محاضرة واحدة كمان على الاقل يعني، يمكن محاضرة أو اتنين. طيب عندي بعد كده خاصية مهمة جدا في الخاصية في الأداة اللي اسمها كامبو بوكس. طيب نيجي نشوف خاصية كمان. احيانا انت لو الناس بتستخدم جوجل في السيرش تيجي تكتب مثلا كلمة تلاقي جوجل بيكمل لها الكلمة. انا عايز اعمل خاصية في الاداة بتاعتي زي دي. تمام. هلاقي عندي خاصية اسمها اوتو كومبليت مود. تمام. هلاقي خاصية اسمها ايه اوتو كومبليت مود واخدة القيمة ايه نان. لا انا هخليها مثلا سجست. تمام كده. هقول له ايه خمل. تعالوا نعمل بلاي ونشوف النتيجة. جيت اكتب انا احمد ما عملش حاجة، ما خمنش ولا حاجة. ليه؟ تاني جيت اكتب احمد ما كمليش الكلمة اهو. ليه؟ علشان
الخاصية دي مرتبطة بالخاصية اللي قبلها اللي هي اسمها اوتو كومبليت سورس، تمام؟ اوتو كومبليت سورس اهي اللي تحتها، اوتو كومبليت سورس يعني عايزني لما اجي اخمن اخمن منين، تمام؟ فانا هاجي هنا افتح هقول له خمن من الليست اللي انا عملتها لك اهي، فتحت قلت له ايه راح مديني عده اختيارات، لا انا اقول له خمني منين من الليست ايتم، انهي ليست ايتم اللي انا لسه مدخلها من شويه اهي. تعالى نعمل بلاي، هكتب الالف بس. هو قال لك ايه عندك احمد بس بحرف الف، تعالى نكتب الميم، عندك محمد ومحمود، تعالى اكتب ميم ميم ح واو كده عندي مين؟ محمود بس، تمام كده. طيب في اختيار تاني فيها بقول له هنا ابند، تمام؟ يبقى انا اخترت سبجكت، تمام؟ اختار ايه؟ ابند، نشوف ايه الفرق. بلاي هكتب هنا الف، هكتب الف، بص هو كمل لي الكلمه، اكتب مين كمل لي هو ايه محمد عشان هو اول قبل محمود، تمام؟ لو كتبت ح جاب لي ايه حسن، يبقى هو بيكمل لي الكلمه، تمام كده. عندي اختيار كمان اللي هو الاخير بقى، بقول له اعمل الاثنين، اعمل سجست واعمل ايه ابند، خمن وكمل لي الكلمه. فاجي ادوس مثلا عملت بلاي اهو، اجي اكتب ميم كتب لي محمد، وفي نفس الوقت طلع لي قايمه بكل الحاجات اللي تبدا بحرف الايه الميم. خلاص كده في مشكله في الاداه دي يا شباب، ها حد عنده مشكلة في الأداة؟ طيب هاخد أداة أداتين كمان جداد، الاتنين بيستخدموا تقريبا نفس الاستخدام، التشيك بوكس اللي انت بتشوفه في الياهو اهو، ده اللي انا بقدر اعلم جواها صح دي، تمام؟ ولاحظ معايا حاجة، انا هنا اقدر اعلم على الثلاثة او اعلم على واحدة او اعلم على اثنين، حلو كده تمام. التشيك بوكس دون بستخدمه لما يكون عندي مجموعة اختيارات وانا عايز اختار منها، اختار اكتر من اختيار منها، مش لازم اختار اختيار واحد بس، حلو. عندي الاداة التانية اسمها راديو بوت اهي، تمام؟ هحاول اشوف لكم مثال ليها دلوقتي. انا مش حاضر في ذهني حاجة ليها، بس هي عامة الفرق بينها وبين دي ان انا هنا دي تشيك بوكس برضه يا جماعة، تمام؟ اقدر اختار ايه واحد او ايه او اكتر، تمام؟ الراديو باتون بختار واحد بس من مجموعة اختيارات، يعني الراديو باتون ما اقدرش اختار اكتر من واحد،
وكلها راديو باتون. طيب بص هنا في الجزء ده، انا هحاول اشوف اهي. بص مثلا هنا في الجزئيه دي بختار ايه، اختار دي يشيل دي، اختار دي يشيل دي، تمام. يبقى اختار اختيار واحد من عده ايه اختيارات، تمام. طب دول برضه اهم، ده اسمه راديو باتون. خلاص كده، وانا عايزك تركز لي على الحته دي كويس عشان نشرحها كمان شويه. انت لو بصيت هتلاقي الاربعه دول موجودين في مكان واحد، بس الاثنين دول مربوطين ببعض والاثنين دول مربوطين ببعض، عشان كده لما اختار واحده من الاثنين دول يشيل الثانيه. نفس القصه هنا، تمام. فالفرق بين الراديو بوتون والتشيك بوكس، الراديو بوتون بختار اختيار واحد من عده اختيارات، التشيك بوكس بختار اختيارات من عدة ايه اختيارات. تعالوا نعمل مثال بسرعة. تمام، دي مجموعة هوايات. لو أنا مثلا بسجل هوايات الطلبة، فممكن الطالب يكون عنده أكتر من هواية، فعايز لما أعمل بلاي كده أقول الطالب ده بيحب كرة القدم وبيحب الإيه المصارعة وبيحب التنس وبيحب السباحة، بيحب أي واحدة من دول. فعشان كده بختار إيه بقى، لازم أخلي الأداة تشيك بوكس. طيب لو جيت بقى عملت كده، هنشيل دي دلوقتي، تعالى دول. تمام، لعبنا ذكر وايه وانثى. تعالى نعمل بلاي. ينفع اقول ان اللي قدامي ده ذكر وبعد كده اعلم على انثى؟ مش ممكن واحد يغلط ويعلم على الاثنين؟ صح كده، فما ينفعش. التشيك بوكس ممكن واحد يغلط ويختار الاثنين، واحد هو شغال بسرعه غلط، فلازم لما يكون عندي حاجه زي كده ما ينفعنيش بقى التشيك بوكس، اروح اجيب ايه راديو باتري. تمام، تمام كده. فلما اعمل بلاي اهو، اختار ذكر يشيل انثى، اختار انثى يشيل ذكر، يبقى كده غصب عنه لما يجي يدوس هيختار ايه واحدة بس. تمام، انا الولد اللي قدامي دول بيحب كرة القدم والمصارعة والتنس، ذكر في سنة تانية. بص ايه اللي حصل، لما علمت على سنة تانية شال اللي كانت ايه على ذكر، طب علم على ذكر شال على سنة تانية. تمام، طب انا عايزه اعلم على ذكر وفي نفس الوقت اجي اعلم على سنة اولى ولا سنة تانية ولا في تالتة. تمام يا شباب، هعمل ايه؟ واحد هيقول لي شيل دول وحطهم تشيك بوكس، هنرجع لنفس المشكلة، ممكن حد يغلط ويقوم معلم لي ان هو في اولى وفي تالتة. تمام، طب احلها ازاي؟ عندي اداة مساعدة هستخدمها، تمام، اداة اسمها جروب بوكس. الآلة اسمها ايه؟ جروب بوكس اهي. تمام، الآلة دي أداة زي أي أداة عادي، ليها كل الخصائص الأدوات التانية.
بس ايه مهمتها؟ بتعمل لي كده، عارف لما يكون عندك ترابيزه في البيت وتحط عليها لوح ازاز، تمام؟ الترابيزه كده كده لسه موجوده، بس انت ممكن تحط حاجه من تحت الازاز وحاجه من فوق الايه الازاز. الجروب بوكس دي نفس القصه، هعتبر ان الترابيزه بتاعته هي الفورمه، وان الجروب بوكس دي هي ايه لوح الازاز، وهاخد شويه الحاجات دول كات واروح احطهم فوق الايه فوق الازاز، تمام كده. بص انا كده مش حاططهم على الفورمه، انا كده حاططهم على ايه على الازازه، تمام. فكده ده كانها فورمه لوحدها، ودول على فورمه ايه لوحده. تعالى بقى نعمل بلاي اهو، بيحب ده وده وده، ذكر الثالث اهو، ودي لسه موجوده اهي، تمام. يبقى المجموعه دي اتفصلت عن المجموعه ايه ده اهي. اقدر اجيب جروب بوكس كمان واحط جواه شويه كمان، هي برضو مفصول اهو. جبنا جروب بوكس تاني، مكان اختيار الجروب مش فاهم سؤالك يا اشرف، بجيبه منين يعني؟ ده سؤال واحد شاطر يسأله. بجيبه زيه زي اي اداة، من ايه من صندوق الخفض، من تول بوكس اهو، جروب بوكس، تمام. ما تذاكرش يا اسف شكلك كده. اهو جبت جروب بوكس كمان، اروح اجيب. على فكرة الجروب بوكس بحط جواه اي ادوات، مش شرط دول، بس انا عشان دول هيعملوا مشكله لو اتحط على الفورمه، فبريح نفسي واحطهم في الايه في الجروب بوكس. اروح اجيب 2 راديو باتون كمان اهم جوه الايه جروب بوكس، تمام اهم جوه الجروب بوكس ده. تعالى نعمل بلاي، دول لوحدهم ودول لوحدهم، دول ما ظهروش. طب لحظه، دول لوحدهم اهم، ودول لوحدهم اهم، ودول لوحدهم اهم. يبقى كأن كده مثلا يعني عندي 3 فورم، كل فورم عليها ايه مجموعة ايه راديو باتون، تمام. معلش
جماعة النت فصل. طيب الناس معايا؟ شاشتي ظهرت يا جماعة. مبروك يا عم، انت جبت السنة؟ مش غير ان فين الزرار؟ اندرويد كام؟ 4؟ نفس الاندرويد ده يعني. مبروك يا عم، ده كام؟ شاشة ظهرت يا شباب. الو، تمام. ارجع تاني للحتة دي، عندي قلت انا مثلا عندي في مدارس الولاد دايما دايما اغلبهم بيحبوا كرة القدم، فعايز اول ما افتح البرنامج يكون معلمني على ايه؟ كرة القدم. وانا عندي مدارس ايه؟ ولاد. حلو، فعايز دايما يكون معلم على ذكر اول ما افتح البرنامج. وطبعا اي واحد هيتسجل اسمه جديد في الاغلب هيبقى في سنة ايه؟ في سنة اولى. حلو، فانا عايز اول ما البرنامج يفتح يكون معلمني على الثلاثة دول. تمام، انا بص دلوقتي لما اجي اعمل بلاي مش معلمني على حاجة اهو، خلاص. طيب اللي بيخليه يعلم كده اصلا خاصيه اسمها تشيكد، خاصيه اسمها تشيكد. فاجي ادور اقف على كره القدم اهي وادور على الخاصيه اللي اسمها تشيكد اهي، تمام، واخد القيمه ايه؟ فولت، اخليها انا ترو. بص حتى هو علم عليها ازاي. تمام، طيب اجي على انثى، على ذكر اخلي الخاصيه بتاعتها ايه؟ ترو، اهو اعلم عليها. اجي على الاول واخلي الخاصيه بتاعته ايه؟ ترو، اخلي الخاصيه اسمها تشيك دي ايه؟ ترو. تمام كده، لما اجي اعمل بلاي بص اول ما فتحت البرنامج وهو معلم عليه. ما هو انت بقى عايز تغير بعد كده غير براحتك اهو، اشيلها اغير هنا اغير هنا احط هنا. تمام كده، في مشكلة في الشوية دول. يا شباب حد عنده مشكلة في الخاصيتين، في الأداتين دول والخصائص بتاعتهم؟ طيب بالنسبة، كان في حد بيسأل من شوية الامتحان بيجي ازاي؟ انا هفتح لك امتحان دلوقتي. لحظة واحدة هفتح لكم امتحان. ادي امتحان مثلا، يعني بص معايا بيقول لك مثلا سؤال صح وغلط اهو، فيجي يقول لك مثلا انا هجيب لك جزء الادوات، يجي يقول لك
الخاصية مالتي لاين اللي جعل آلات صندوق النص متعدد الأسطر تخطوه صح ولا غلط. يجي يقول لك مثلا تستخدم الأداة راديو باتون في كذا، يجي مثلا يقول لك تعريف الأداة ليست بوكس، تمام. الأداة الخاصية اللي اسمها سيليكشن مود تشتغل في ايه، يجي في صح وغلط أو في اكمل. مفيش ده مفهوش، ماشي. طبعا بيجي صفر في الامتحانات يا جماعة، نادرا لما بيحصل الموضوع ده. ادي امتحان كمان مثلا، انا عايز بس اكمل. او يستخدم في احتواء ادوات التحكم ذات الوظيفة الواحدة، ده لسه واخدينه دلوقتي. مين؟ الجروب بوكس، تمام. تستخدم مع التكست بوكس لجعل الحروف به تظهر على شكل كلمة سر، خاصية لسه واخدينها من شوية اللي هي باسورد كاركتر، تمام. فهو بيجي لك في شكل اكمل او صح وايه وغلط، انما ما بيقولكش اعمل عملي، تمام كده. اللي كان بيسأل بالنسبة للمحاضرات، احنا كده خلصنا الفصل الثالث، المرة الجاية هناخد الفصل الرابع، يبقى خلصنا ايه منهج، تمام. المرة الجاية هناخد الفصل الرابع والمنهج ايه خلص. لو عايزين نكمل بعد كده ان احنا نعمل اسئلة او حاجة، انا ما عنديش مشكلة، مع الدعم الفني هننسق الموضوع ده. خلاص كده، حد عنده سؤال تاني يا شباب في الموضوع ده؟ بالنسبة اللي كان بيسأل على الرابط بتاع البرنامج، يعني احنا خلاص كده خلصنا شرح، دي 5 دقايق بالظبط على ما الدعم الفني يرتب معاكم اي حاجة او تشوف محاضرة الانجليزي، اكون جبت لكم اللينك، تمام. دي بس 5 دقايق اكون بس جبت لك اللينك. الكلام اللي انا قلته كل النهارده، انا مش عارف اعمل ستوب، ماشي. اهو هتلاقيه عندك في الملف ده اللي هو فاتح قدامك دون، والشغل العملي موجود معاك بشكل صور علشان تقدر تفرق وتعرف لو انت ما عندكش البرنامج. خلاص كده، يا حتى انت ما عندكش البرنامج هتشوف التطبيق قدامك ايه عملي اهو. 5 دقايق مع الدعم الفني على ما اجيب لكم البرنامج، تمام.
ثواني لسه ولا من كلام بسيط.
حد كده يجرب الرابط ده يا شباب. حد يجربه او يا ريت الدعم الفني يجربه لي كده، شوف هو انا اخدت الرابط صح معاك كده ولا هيحصل مشكلة عند الناس. تمام، مساحته 800 ميجا هو تقريبا، هيقعد معاك يوم او حاجه على ما يتحمل. خلاص، بس بعد ما تخلصه دور على حاجه اسمها 2000. خلاص ماشي يا احمد، هبقى اشوفها لك، ولا عايز دلوقتي؟ طب بص هقول لك انا يا احمد، خش على الجروب بتاع ال اسمه ايه، الجروب بتاع الدروس، تمام، الدعم الفني نزل لك دلوقتي بالكتير مثلا بكره او حاجه اكون جبت لك لينك يكون شغال. تمام، بس تابع مع ده يعني، خلي يا ريت الدعم الفني ينزل له اللينك الجروب بتاع دروسك اونلاين. خلاص كده، حد ايه طلبات تانية يا شباب؟ تمام ماشي، انا استاذنك انا ودعم الفني معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.